يعني يمكن المنشد يكتفي بصوته ويسكت صح؟ سلمت عليك ها؟ تراني فيني خفة يا شباب. الله يحييك، كيف الحال؟ شلونكم طيبين؟ يلا شباب نستريح يا شباب. ما نبي والله قهوة، شاربين عند محمد عيسى قلنا بس. الله يعطيك العافية شباب. تسجل عقوبة يا شباب ها؟ سجلها يا كاميرا. الله يحييكم ويطول أعماركم. كيف الحال؟ الله يحييك. شلونك الشيخ؟ كيف الحال؟ يلا حيه. والله كان باسور حوالي. الله يعافيك، كيف الحال؟ شلونك؟ يلا حيه. ايش اخباركم شباب؟ عساكم طيبين؟ اهلين عبد الروحي، كيف الحال؟ شلون؟ الله لا يهينك، طول عمرك. يبيض وجهك. لا حد يشدها يا شباب، ترى فقرتي فقرة ريالتي. يعني ما في 1% رسمية. الله يعطيكم العافية. شكرا، شكرا عادل. يلا يا شباب حشال الكاميرات نستريح. الله يعطيكم العافيه. شلونك في حالك؟ يلا حيه. شلونك الشيخ؟ كيف الحال؟ ونعم معروف هذا عشان حفظكم صح. يلا حيهم يا شباب. يا مرحبا بكم. صفقول عليكم مجرد صفقوله. شلونك عفان؟ كيف الحال؟ يلا حيه. دقيقه للبيز دخل في اذني. ايوه اسمعك الحين. خلاص جسوا. يلا حيهم يا شباب. الله يحييك. مساكم الله بالخير. معكم اخوكم رشيد بن طاحوس. الله يطول عمركم عليكم زوج. طبعا لبيك. عطنا سمكر. سمكر جاهز؟ تسمعوني ذا الحين؟ قلت اسمي صح؟ اي معكم رشيد طاحوس القحطاني. ما عليكم زود. طبعا ان شاء الله بنتواجد معكم كل جمعه. فقره اسم فقرتنا اسم فقرتنا اسم فقرتنا المهم كل جمعة موجود. كل جمعة فقرة عنوانها ريالتي. عنوانها ريالتي وفيها اسم لها اسم. أتحداكم وش الاسم؟ أتحداك يا عفان وش الاسم؟ لا هذا اسم رشيد. هو ريالتي. ريالتي مع رشيد. عطني الاسم الله يرحم والدي يدعبك الجنة. عطني الاسم. أنا الدرام يعني. الاسم يا شباب المهم ريالتي. حلو. ريالتي كل جمعة متواجدين. شلونك؟ كيف الحال؟ يلا حيا. تراني من فلزاتك. الله يطول لي عمرك. مع الشاب اللي جاء. إيه حنا الحين مجتمعين يا شباب. أيوة. وش ها؟ وش اسم هالجلسة هذه؟ حنا مجتمعين الحين. حلقة رشيد. إيه جمعتنا جمعتنا. إيه والله صح. اسم الفقرة جمعتنا. نجيكم كل جمعة وعبارة عن ريالتي وضحك وناسة. و وش عندكم انتم؟ عندنا مواهب، عندنا ضحك. اول شيء مبروك مبروك ال 24 متسابق. الله يبارك فيك. جعل ربي يوفقكم. عقب 4000 ما ادري كم 5000 متسابق طلعتنا نخبه النخبه من الشباب اللي ان شاء الله انهم شلونك يا بالروحي؟ كيف الحال؟ شلونك؟ اشوف مقاطعك واجد التيك توك. خويك مهم معك ها؟ الله يعين ان شاء الله. اوه ادري الثلاثه من الثلاثه يا رب. انا من هذا المنبر بصوت له ان شاء الله. الله اهم شيء يجي معك. اهم شيء تكون رايق بس. بصراحه لو الله كتب له قبول
اعتبر ان القناه الواقع كافاتني مكافاه كبيره. يا سلام. توجتني بالاول. ان شاء الله ان شاء الله نبي ان شاء الله نبيكم من ضمن الثلاثه. ان شاء الله. وش تراكم في ثلاثه؟ اوه ولا معكم جوالات؟ سلطان مغرب. معكم جوالات صح. مسوي قافط والله بس معليش. المهم شباب. تفضل يا ابوي. مع احياك الله. اهلا يا عيد. عيد صح؟ عيد وسعيد وكلها سعيد اسمي علي كبلي. ها علي الله يكبر. علي علي ما في خلاف ولا سعيد لا ها يا اخوي اللي ابو سعيد ابو اسمي علي سعيد الاحمري ونعم والله هذا الملك يا اخوي لا احد يشرح علي والله العظيم خاصه الاسامي ذي قسم بجلال الله اني راح احفظها يا رجل يا رجل معرفتك اكبر كرامه الله يطول عمرك كيف شدها صح لب والله كبده شلونك عفان تبي الكويت الله يحفظك شاعر متمكن كيف الحال؟ ايه انا شلون ريان ها؟ الله الله ونعم والله على جزاء الطاوله طبعا الورقه هذه تحسبون فيها مقدمه والله ان فيها اساميكم وصوركم وين؟ حط عليه اكس؟ والله ما حطيت انا وين؟ قاعد من؟ ونعم يلا حيك شلونك؟ الحمد لله حاطين اسمك كذا افضل واحد عندي الصوره حطوا عفان تخيل شوف احلام العصر حاطين عفان وحاطين الاسم تحت قاعد شوف له ما عجبتك النكته صح دور شيء يلا حي يلا حي يا لا تلومون الشباب يمكن الطاقه عندهم صفر اصير متسابق معكم الله يعطيكم العافيه انا لو اصير متسابق يمكن اخرب عليكم يا شباب تعرفون الريالتي عندي لا بيستبعد يا عيال استبعد بس المستبعد جاكم مقدم شفتوا كيف الرد الله الله يرضى الله يعطيكم العافيه استاذ رشيد بس حتى مقدم اقدر استبعد ولا لا لا مقدمين يجيهم استبعاد يا اخو صار نعم يعني انت لا ان شاء الله ما في استبعاد ان شاء الله حلو ترى جايبين هذا حلانه غير ما له شكل وقعوا فيها شباب احنا ترى قد كلينا استاذ رشيد يعني مقدمه متسابق ترى بعد نفس الشيء اخذ واحده وعط واحده انا راح انا بعد معودين عليه لا خذ اجعله بالعافيه ان احنا واحد ماشي ايش كيف العالم اوه زول يا مرحبا هبابك شلونك والله للحين ما اداني رواتبي والله علي لا ذا الحين عطاك لا خلاص دخلك البرنامج ايش عدت والله كنت بروح مكتب العمل بس ربطني البرنامج والله هاي الله يوفقك ان شاء الله بخليه لبيك ملي كم معك دنا كذابين والله ودقك عابي كدنك الله يعين الله يعين دول غلبان والله بس جعبك الجنة يرحم والديك بسرعه جمعتنا صح الله يعطيك العافيه وهكتني والله كذا وهكتني الامور كويسه الحين روقوا وحلوا اهم شيء الاب الروحي تكفون ترى اهم شيء النفسيه عنده لازم اهم شيء ولده ان شاء الله بيجي ان شاء الله قدر ان شاء الله بيكون متسابق ان شاء الله الله كريم الله كريم الله كريم. كل شيء الا فقد الابن كل شيء يهون الا فقد الابن طاح مسكوه بس اخو ساره بس بيجي والله ان شاء الله بيجي بسم الله عليه الحمد لله المهم يا شباب انا العمر طال اعماركم ما يقارب 23 سنه بسم الله ما شاء الله ثلاث الله يطول عمرك جعل ايامك سنين الله يطول عمرك يا حمد لكن طال اعماركم العمر 23 سنه لا التخفيض هذه 23 شامل ابو خمسه تعرف وين؟ يعني هم 23 خلت 3 ريال انت الحين كم عمرك؟ انا عصا انت فيها عصا يا شباب كم عمرك كم تقول؟ اقول 31 قول لا اله الا الله ما عاد باقي على الشكل الهيكل 31 قول لا اله الا الله والقلب الرهيف؟ القلب الرهيف 27 يا عمري والله صف قوله كم؟ صدقت 28 ما شاء الله جزاك خير المهم يا شباب العمر 23 سنه ال 23 سنه هذه كلها عندي طال اعماركم دراسات وفلسفه فلسفة دائما عندي فلسفة وعندي دراسات وهذه الدراسات طال عماركم دائما من يركز عليها لو واحد بس معي جنب يمين يسار يكتب الملاحظات اللي يسويها في حياته 23 سنة نجاح باهر طيب ليه ما أصدرتها للعراق 20 سنة وأنا أباخت وأسوي ذا الدراسات اللي
ما حد يبيها، ما حد يبيها، الله يبيض وجهك تعبك الجن. لا انت بس، لا انت بس، والله ما لي بس. يا اخوان بالله جيبوا عيال، لا حد يرسمها تكفون، تراني والله اني انحرج. اي الله صاد جوي الحين، صاد جوي انت ها، بيض الله وجهك. خلاص الدراسات اللي درست، ايه الدراسات عباره عن ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من البالد دكتور ان شاء الله. هذا كتاب ملخص، ملخص لحياتي، ملخص الدراسات، وبعطيكم بعض الدراسات اللي ان شاء الله انها تفيدكم. طيب رشيد، نبغى نصائح الاستبعاد سام. اي هذه اللي كنا بنقولها. لا لا، استبعاد كان بالغلط وعطيتها، شقيت الصفحه. دراسات نبيه، وش نبي نتعلم حنا؟ وين دراساتك اللي بنتعلم؟ وش دراساتك؟ اي بعلمكم اشياء، مقتطفات بسيطه، ومن سمع ذي المقتطفات اضمن لكم، ابصب لكم بالعشر انه بينجح نجاح مباهر في هذا البرنامج. الله يلا باسرع وقت. اقول لك ينجح اللي ما يسويها صح. عاد عاد الله يعطيك العافيه. هذه هي دراسات الحياه بالنسبه للحياه البسيطه الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف. الله 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 الله. شوف شوف الجمال يا عمري. شوف سعودي يسار. ها يمين ولا يسار الحين؟ ترى ما اعرف. يمين ها. ايوه شوف، هذه دراسات وفلسفه ارشيد، ارشيديات، عنوانها ارشيديات، يعني مقتطفات الحكم اللي يجيبها، الاشياء البسيطه. والله طقطق علي. إيه لا ارشاداتي بسمعها. الله يطول عمرك، والله اني قابلك اول ما شفتك. الله يطول عمرك. شفت يا اللب الروحي كيف الصوره؟ اللب والله كبدك ايش بغيت انا؟ يلي معي نقاط يا شباب ولا ما معي؟ انت اكيد اكيد انت اقول لك فتنجران. فتنجران؟ انا صحت من فرقه. لا يا جندب يا جندب يا جندب يا سعد. ليه وش المعنى الشاب؟ عشان الشكل. يا جندب يا جندب صح والله انه شطح بنا الموضوع، حاطني كذا كنت بعيد عز الله. اسمع عشان افك كل الموضوع. اي صح بيض الله وجهك، والله انه والله انه على جوي، على جوي بيض الله وجهك. وش البشت الكشخة شفت طال عمرك. خلاص الحين بروح بالكرسي هناك. نظارات نجوم ما ادري شو سمعت يا ولا هي كشخة. امانه لا تسلك، امانه والله انك جميل. بسم الله على قلبك. الجمال صح، ظلمت نفسي. كم الجمال الروح والاخلاق رقم واحد. مبروك يا رشيد، ما حطيت 2023، مبروك حطيت 2012. ليه؟ هاي لك شغل مرتين ونص. عيال ذا ايش جاهم جنبي؟ هذا اللي ماسك الجلسه عندكم صح؟ اعلمهم الدرس الحين. يا رشيد انا خلي اخطاك من الجماعه ديل. اخطاك من الجماعه ديل بخرب علينا. كيف يعني؟ بخرب اخلاقك علينا. لا لا ان شاء الله الاخلاق زينه. لا والله ان شاء الله انها زينه وان شاء الله الامور ضابطه. صورتك حلوه يا عم. لكن ها صورتك حلوه يا عمنا. الله بس حرمت انا من عيوناتك. الله وسط النظارات. الله يجبر. انزل انزل. تفضل تفضل. انت شنو؟ ايه زلمه الله. لهنت 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 لهنت. خلاص لا الله على بليس. خلاص ترى اعطيك وين. لا لا معي معي اقلاب. ايه احنا مطلوبين بالاداره. سم مطلوبين بالاداره. مطلوبين؟ اي عشان شيء مطلوبين. Thank you.
لا لا معي ليه ما باطع والله لا حول يا شباب الكل يجلس ومعي ومركز بس يركز ونبيكم تفاعلون طال اعماركم مع الدراسات اللي ان شاء الله انها بترين على اعجابكم كل دراسه تنتهي طبعا بحكمه يعني اللي بيكتشف الحكمه هو الفايز معنا تن تن دن 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 الدراسه الاولى خلونا نشوف الدراسات اللي بتصلح كيف تحب كرسوعك؟ لا كيف ترقد وانت عيونك فاتحة؟ لا ما نبي هذه ايوه سلام هذا الموضوع مناسب موضوع مناسب موضوعنا وشو؟ البيض الموزع كيف البيض الموزع؟ وشو؟ سم بيجاوب الشيخ هو بروتين مجموعه بروتينات بروتينات يعني عضلي حلو حلو والبيض هو فائدته تكون انا ما قلت وش فائده البيض وش الموضوع البيض الموضوع يعطيكم السلامه وخلي الملح السؤال البيض بعض السوالف البزويه لا لا هلا سوالف ما لها سلام بيض موزع الحين هذا الموضوع هادي لبيك لبي الروح يعني ابو بيض لا لا وش يعني وش فهمت من البيض الموزع دجاج دجاج كذا مطفي ما تجي اسمع هذا الموضوع وهذه الدراسة تخص طال عماركم البزنس اللي بالرجال بيتاجر يركز على هذا الموضوع الحين طال عمرك عندك بيض في صندوق كامل الحين بيض هذا بيض صندوق هذا بيض في صندوق واحد شليت هذا الصندوق حطيته فوق طاولة هذه الطاولة حطيته طال عماركم فوق طاحت الطاولة وش يصير البيض يتكسر البيض كله صح ولا لا Okay. ايوه هذه الحين عندنا طاوله ثانيه وعندنا طاوله ثالثه وعندنا طاوله رابعه صح خذيت خمس 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 بيضتين حطيتها هنا بيضتين وحطيتها هنا ها وهنا وهنا هذه البيضات وزعتها هنا طلع معكم طاحت الطاوله هذه خليه يتكسر كم باقي لك هنا باقي لك بيض واجد بعلمك الحكمة ليه؟ وش الحكمة؟ زي أسئلة علي الغامدي هو علي الغامدي إلا 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 كيف أسئلته؟ حقة الدرجات اللي هي مزاود لا تحط لا تحط دراهم كلها أيوة عشان ما تخسرها كلها حط شوي 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 توزيع الجلسات يعني حنا بيض أنا مثل توزيع كذا حطيت أخوياك بيض نعم أغلط عليكم أنا والله ما نبي أشوف الرجال أغلط عليك سم نفسها مثل توزيع جهدك وكل يوم ولد يا شيخ لا هو شيخ راس المال الحين معك مال طال عمرك وجيت وحطيت مال النهنية وهنا وهنا لا خسرت لا المال الثاني عندك فالحكمة في هذا الموضوع طال عمرك الحكمة ما اللي بيجيب لي حكمة مناسبة لها احط لك جهد لو ضاع ذا هذا موجود كيسك دي ابي حكمة واضحة وشي وشي؟ وزع بيضك في الاوقات المناسبه الحكمه طال اعماركم الحكمه لبيك الحكمه شيء مليان شيء مبارك شيء وشو؟ رسوم مليان
عصفور باليد ولا عشرة بالها. عنوان هذه الحكمة طلع معكم الدراسة اللي درستها وصنعت هذه الحكمة القرد في عين أمه غزال. الله تحياتي وأشواق لكم يا ولد. عنوان هذه الحكمة هاي طلع معكم القرد في عين أمه غزال. سمع عادل ست إيه واللي على الطاولة ثمان شلون كيف كيف اللي في الطبق ست اللي في الطبق ست وحاطن أنت على الطاولة ثمان منين جينا الثنتين مولدة هذه دراستي ولا دراستك؟ طيب دراستك بس انه زايده بنتين هذه دراستي استفدت بالمعلومه صح والله انا صادق امسح طاوله انا ما اقول له الصدق شيء اثنين اثنين الله ولا تزعل عادل ضبطت الامور فهمنا هذه الحكمه اللي بيحفظها طلع ماركم وبيركز فيها ترى الرجال يعني يركز في هذه الدراسه تراهم من نجاح الى نجاح سمعت طال عمرك احس انك انت ان شاء الله ناجح من عيونك عيون ناجح تراني اذا حبيت الشخص استاذ الشيخ استبعد لبيك في احد اطلع على المدونات اللي مدونها انت سم اقول في احد اطلع على كتابك انت غيرنا اقول لك ما طلعت هذا الكتاب الا عرض على مستشارين وفلاسفه وش اسمهم ايه المستشرقين الفلسفيين إيه؟ و ايه والمستشرقين وكل شيء اتفق معك اتفق معك بالنقطه اللي قلتها قبل شوي ايه اتفق معك فيها يعني الكتاب هذا ما طلع عبث لبيك ها استفدت انت من التجاره ذي الاستفاده انا بس اهم شيء اني اصنع نجاح الاخرين اللي بيركز علي فايده لك انت يا كنترول هنا ثلاثه ازعجون ايش اسوي بهم اعطيكم اساميهم عادل لا عادل هنا عادل لا 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 ريان عيفان اخو عيفان الشباب اخو عيفان انا اسمع هذا محمد ناصر اسمه محمد مناحي يعني وش اسوي بهم ذول الشباب بيحان مدري ايش ايه هو حمقر حط خلاص عادل وعيفان العلم عنده بالسلطان المهم وش وين وصلنا وين قال وين اللي كلمني قبل هذه دخلت في موسوعة قنت وأي موسوعة؟ موسوعة قنت عام 2007 جائزة ودخلت طلع ماركم خذ هذا الكتاب جائزة نوبل عام 2023 هذه السنة نحمد الله ونشكره بس 2007 ما في قنت الله لا يضيع تعبنا إن شاء الله الآن يا شباب الآن موضوعنا في صفات إذا حصلها الرجل في صفات إذا جمعها الرجل طلع ماركم صار رجل كامل كيف ناخذ الصفات هذه الصفات هذه الدراسة درستها طلع ماركم وفهمها وأنا عند المقهور خذي طلع ماركم مقهور سك راسي الشمس لين عرفت كيف طلعت هذه الدراسة دراسة سهلة وتوقع عنكم أتوقعكم لازم أوقف يا سلام دقيقة فار أسد الله يكرمكم كلب ذيب الله يكرمكم حمار يا سلام هذه طلع ماركم الرجل العاقل الرجل اللي بياخذ كل خذها من الفار صفه وخذها من الاسد صفه وخذها من الكلب الله يكرمكم صفه وخذها من الذيب صفه وخذها من الحمار صفه يطلع طلع ماركم رجل كامل رجل كامل اوكي دقيقه لا شباب لا حد يضحك لانها صح ترى معلومه صحيحه دقيقة قلنا فار أسد الله يكرمكم كلب ذيب الله يكرمكم حمار اي كويس فار لا الفار فار ما معنى فار دقيقة عيال الفار بالغلط بالغلط الفار الفار بالغلط ما له صفة الفار
لا لا الفاء لا ما اللي يقول مسح الحمار، هذا الحمار شيء أساسي يا عيال، أكبر صفة موجودة في الحمار لازم الواحد يتخذها، عرفان مصلحة الجو صح؟ الصفة خلاص مثل ما قلنا ناخذ أربع صفات حتى يكون الرجل كاملا. الخامس كان فيه فار أنا حطيته بالغلط والفار طلع ماش، الفار ما له ليه تبيني أحطه عادي أحطه خلاص. الأسد الأسد وش ناخذ منه؟ الأسد ما هي الصفة اللي بناخذها من الأسد؟ الأب الروحي. الأسد وش بناخذ منه؟ إنه يحمي حدوده. يحمي حدوده صح كويس. يحمي حدوده. أي أنت يا أبو الشباب؟ اللي ودك. الأسد وش الأسد؟ إيه. الهيبة. الأسد ولا الكلب؟ إيه. خلي الكلب، الكلب لحقين عليه، نبي الأسد الحين. الأسد القوة والشجاعة. الشجاعة والقوة. إيه. الأسد طلع ماركب. هيا زول مش كلش رفعت يديك. ولك الأسد قائد. قائد. هاي ما بينزل من القيادة. الله يعطيك. عديل قبلك بس. بالضبط ولا شيء جبته صح. الأسد طلع ماركم. لا ما هي بالشيخة. الأسد طلع ماركم دقيقة. خلني أتأكد من دراسة لأنها شيء مهم لازم أتأكد. دراسة ونسيها. أي. دراسة ونسيها. الأسد طلع ماركم. الأسد إنه يكون مفترس. واحد يكون مفترس. الرجال لازم يكون هذه الصفة لابد أن تكون في الرجل الكامل إنه يكون مفترس. مفترس. مفترس في بعض الأحيان ما هو مفترس على ما سم الخط كان لا حد يركز الخط باللغة العربية مفترسا. باللغة العربية كيف؟ مفترسا. مفترسا أيوة يعني نضيف لها همزة. همزة وخطين يا عيال لا حد ركز. إيه مفترسا ها مفترسا. يا عيال موجود عندي في الكتاب هنا مكتوب كذا مكتوب. يرحم والديك. ألف شرطة فوق. الله يبيض وجهك. وجهك. ألف. أيوه. يا عمري. إذنك أن يكون مفترسا. الحين عاد جيت عن جوكم يا عيال. اللي كل اللي يعرفه. عاد جيت عن جوكم يا شباب. الكلب الله يكرمكم. وش تاخذون من الكلب؟ الوفاء. الا والله انك ضحكت قبل الاب الروحي. الاب الروحي وشو؟ يضحك وشو؟ طحت في جوك صح؟ الذيب الذيب. اوه تبي الذيب؟ الذيب الذيب مو كل الذيب. الذيب. او سلام الذيب هذا الرجال ذيب. انت رجل الكلب رجال وقليل. كل اللي عرفه ناخذ منه الوفاء. الوفاء كذا يا كنترول. يا ليل. دارس منازل يا عيال معليش. الوفاء. ايوه شوف جوله. ناخذ طلع ماركم من الكلب الوفاء. يعني الكلب طلع منه فائده تاخذ منه الوفاء والباقي الامور خلها تولي. الذيب الذيب اخذ منها الوفاء الذكي. الذيب الذكاء. الذكاء الذيب ذكي ذكي. الذكاء الذكاء الناقة الناقة الذكاء صح. مية الذيب مية 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 إياد العمري. الكلب وش فيه؟ الفطانة. فطين فطين الفطين فطين سم. أهلا مساك الله بالخير كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟ خير الله يطول. وش ناخذ منه؟ هلا وش ناخذ من الذيب؟ طناخته. طناخته الله الله والله انت مطنوخ. الله يطول لك عمري. الديب ناخذ منه طلع ماركم. الديب ناخذ منه مثل ما قال اخونا الحمية. الواحد لازم يكون معه حمية. حمية حمية ايه وش يعني بالحيوان؟ لا لا لا
استاذ رشيد، استاذ رشيد شنو هذا؟ الحميه يا عيال. شنو هذا؟ بعد اذنكم، بعد اذنكم يمكن اغير. هي نفسها الغيره. بعد اذنكم سم. بس يمكن شو صار ما تجي نبي نحط نحاول انك انت باسلوبك انك تغيرنا راينا وحطنا بذكاء بس الذكاء اي احسن نحط الغيره احسن الذكاء الذكاء لانه هو ذكي مفترس نحط الغيره يا شيخ الغيره صح حلوه ولد ولد خلاص الغيره خلاص سجل قال الغيره ناخذ من الديب الغيره الغيره كذا يا عيال تا مربوطة الغيرة مفترسا الوفاء الغيرة باقي طال عماركم عند الشيء الأساسي لعبة الأب الروحي الشيء جو الأب الروحي ذا صح غير مكدة للمكدة للمكدة لا دلاخته يعني تاخذ من الدلاخة يا دلخ غبيا أنا أبيك تاخذ الصفة الزينة ما قلت غبية أنكر الأصوات ها؟ الصبر حمار طال عمرك تكد تحط فوق ظهره تحط تحط تشوفه صابر صبر جميل صبر جميل الحمار طال عماركم ناخذ منه ايش فيني يا لازم الله أدرس كتاب صبر الله تعال بالله جنبي تعال انا احب الناس يا اخوي اللي تستفيد مثل عادل اللي زايد طال عماركم شوفوا شوفوا كيف خذاله من هذه مقطوفه حلال جامع حقتك الحلال جماعة منين كنت حلال وجايبها شوفوا شوفوا شوف هذا يا شيخ شوفوا شوفوا كيف خذ العلم كتب اهم شيء الارشاديات خذ المواضيع خذ الله يبيض وجهك وجهك والله انا طالب منك تعلم منك بيض الله وجهك هذا الضياع فيه درجات شيء كيف تصير ضايع ضايع شوفوا كيف بيض موزع على ظروف يا اخوي انت محكتها كذا انت كذا محك انا اعطيتك موضوع انت رحت سبح انا سبحت فيه راح اجلس راح اجلس ما في درجات انا بعد الصبر ايش معناه يعني الصبر يعني تكون مثلي مثلي الحين صابرين عليك الصبر هذا طيب قول لا يا اصبر بعد اذنك الله يجيرك في بعد الكلام اللي ما له داعي الحمار ايش معنى حمار حمار هنا ندري يا رحمة الله غبي ودي. انت حمار لا يا غبي اسمع شو يلا يا رحمة الله وديك دقيقة اسمع الحمار هو كده زي الكراسيجة كده 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 لين تقول المكينة حلو معلش معلش يا سفير يا مشاهدين يا اخواني واخواتي فهمت الحين كراسيجة وش فيها كراسيجة كراسيجة تبغاها جيل ولا يا اخي ارحم امك خلاص جيلكس جيلكس اشوف الكامل ما نبغى جيل خفيف لطيف طيس مغسل ملمع زي هذا حمار مكان الحين ايش تبي بالضبط الحين ابغى افتح سالفه بس الله يعني غير بدل حمار الكراسيده الله كراسيد مكده خلاص نحط حمار هلا انت حط الدراسه عندك كراسيده اهم شيء الصبر اهم شيء الموضوع هنا الصبر ركز على الصبر هنا خذينا الصفات يا عيال مفترسا الوفاء الغيره الصبر تجمعها طال عمرك تكون رجلا كامل يعني ما في كسور تصير رجل يجي مالك شكل يا سلام بيض الله يجيكم الآن خلونا نشوف الحكمة حقة الموضوع حداكم توكلون بالحكمة أبيك طال عمرك تجيب الحكمة أبيك تجيب الحكمة حكمة حقة الموضوع هذا يلا فكر لك بحكمة شوف بس خلاص واضح وشو يعني خل فيك عوجة وسمحة يعني خلك أسد خلك حمار بعض الأحيان الله أسد يعني مرات تصير أسد ومرات تصير حمار مرات تصير ذيب مرات تصير ذيب مرات تصير سلب يا سلام سلب بالوفاء ما بتصير هذا اللي هو الحكمة في الموضوع لا يعني أنا مجنون قصدك أنا مجنون أبو سعيد هذه إسقاط موجودة هنا الحكمة طال عماركم اقلب الطنقرة على تمها تطلع البنت لامها الله هذه حكمة الموضوع
اتمنى انكم تسجلونها وتحطون الحكمه تحت عشان ما تضيعون الامور. بيض الله وجهكم. كنترول. ايوه يا شباب الدراسه الاخيره. لبيك الصور. ما اللي خذاها؟ هل خذها ريان؟ ريان تموني ريان. على هذه ورقه المقدم. اعطوني اياها. ما اللي اعطاك اياها؟ انا الحين شفتها في يديك. انا الحين التهمه عليك. نعم خصم. يعني خصم عليك كنترول؟ يرحل البرايم. يعطيك العافية. الله يعافيك. الموضوع الأخير الخفيف اللطيف اللي أحس أنكم تستفيدون منه وتركزون فيه، لأن هذا اللي بينجحكم في البرنامج وبيخليك رجلا ناجحا لا مثيل لك. الطماطة المعفنة. يا كرم. يمكن ما ادري يعني. هذا خويك بخوف. شوف الرجال حاطك طماطم معفنه وهذا موضوع لا يليق بك. ايه انا ثمره علي الجعيد اللي قطفها. انا الطماطه. لا بعد ربط المواضيع. ربط المواضيع. الطماطه المعفنه مثل بوسي لان معفن. لا معفن الكرتون. والله انا كذاب. هذا قد جد. كنترول الثلاثه ذول معجبوني اطلعهم. لا بس والله مشاركين حيهم. نعطيني معطيني حي. الله الله يبيض وجهك. نعطيك خلاص يا شباب الطماطه المعفنه. لبيك اكتب البندوره المعفنه. ليه عيال نفسها طماطه بندوره تبونها ولا احطها بالانجليزي تميتو بالانجليزي. المهم الطماطه المعفنه اهم شيء يعجبكم الوضع. الطماطه المعفنه يا شباب الحين هذا صندوق. ركزوا هذا صندوق. هذا صندوق طماط كلها معفن. كم هوبة؟ المهم علينا كم؟ شف الطماطة. هذا صندوق طماطم معفن وهذه طماطم صاحية ما لها شكل. توهم قاطفينها طماطم نظيفة ما ودك إلا طال عمرك تحط معها شوية ليمون شوية ملح وتاكلها. هذه الطماطة خذيت أنا الطماطة شليتها وحطيتها في الصندوق المعفن. هذا شليتها وحطيتها. شوفوا هذه الطماطم الحين السليمة ما لها شكل بس اللي معها معفنين مثلي الحين. انا مثل وضعي الحين. شو طماطة كويسة انتم عاد افهموها. جيتكم بس بعفن ذا الحين. خلوني ذا الحين معكم. شوف الحين جيتكم. اي انت المجموعة. انا الحين جيتكم. انا الطماطة الصاحية جيتكم. شوفوا اسمعوني دلحين. أنا طال عماركم جيتكم دلحين طماطة صاحية وأنتم الله يعين معفنين. هذا مثل بس حكمة. معفنين طال عماركم وجيت أنا خذيت معكم اليوم الأول. أموري زينة أشوفكم وأخذ طبوعكم وأخذ علومكم. ها واليوم الثاني كني عفنت مع أشقاق الأيمن من فوق. كني بديت أعفن. خذيت من طبوع الأب الروحي وهاها وصرت فاهم شوي الا اليوم الثالث. لا والله ها قدني نص معفن. قد الوضع نص معفن يا شباب. ها شوي اليوم الرابع الا والله قد ما عاد بقى لي شيء. شق بسيط عاده مضبوط.
شوي لا والله عقب خمسة أيام لا والله إني معفن مرة واحدة صرت معفن مثلكم خلاص المهم وش قال؟ المهم الدعوة كلها راحت فيها اسمعوا يعني وش فهمتوا؟ احنا مستمتعين لدروس الحين عينه اللي يضحك لمتى؟ كلاي كلاي خلاص نكمل؟ طيب كمل ولا بلا ضحك الحين صرت معفن اضحك هذه الدعوه كذا المهم وش الحكمه من الموضوع؟ الحكمه من الموضوع الحكمه من الموضوع طال اعماركم انك هذا يعني انا ذا الحين رحت مع الصندوق المعفن يعني ذا لا تجلس مع المعفنين تجلس مع الاصدقاء اصدقاء السوء خلك شوف الصندوق اللي ها روح منهم بعيد لا تقرب حولهم انقربت حولهم عفنت فالحكمه في هذا الموضوع والحكمه اللي احس انها حكمه تترخ في التاريخ وتناسب في الحكمة من الموضوع مش الحكمة من الموضوع هذا كان مركز معي الحكمة خلصنا من ذا لكن نبي نجيب الحكمة نبي الحكمة الحين كيف تصيبك العدوى سم الكلاب ايش فيهم القافلة تسير ايوه والكلاب تنبح انا كلب لا 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 المثل اللي طبقته المثل نعم لا محشوم طال عمرك لا دائما افهم صح انا محشوم المهم من طلب العلم سهر الليالي الله حكمة هذه الدراسة من طلب العلم سهر الليالي الله يسلم كم باقي لي شباب الحين النقاط كيف نوزع هذا الحين سام لبيك سولف مع الناس يا رشيد وانت تسولف مع نسيم الهبايب يا رشيد مشي انطقت الحيد بالحيد على سبب ولا بلايا سبايب يا بياض الغامض عطوه سبيكر يا الربع بدون يا رشيد انا سولف مع النفس يا رشيد وانت تسولف مع نسيم الهبايب يا رشيد مشي انطقت الحيد بالحيد على سبب ولا بالياس بايب يا رب بن غانم يا جيت وزيت قل لا تقول الغدو وش انت جايب يوم استوى حشو ومباريد طحت لا شدة هو كايب صح من طوقك بيض الله وجهك شكرا على هذه المشاركة الحلوة الحين النقاط كيف نوزعها تبونها على الدراسات تفهمون الدراسات ولا عندي آلية تصلح لكم بس تحدي وأتحدى اللي يعني يقول أنا شجاع وبسويه يجيني هنا خلاص بيجيني واحد 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 خلوني أعلمكم التحدي أبيه أول واحد مع الأب الروحي أبيه ليه لأن ما شاء الله تحس إنه ما شاء الله لا رجال طول أبوي أنا
شباب هونت بخلي اخر واحد. ليه؟ لان يمكن تفوز بالتحدي. لا هزل. لا الهزل والله غيرك، لكن بسم الله عليك ما شاء الله. التحدي هو طرح الرجلين. ما تعرفوا الآلية؟ بالله عارفه اللي تسدوا بالله عارف. لا لا اللي تستعرض ظهره. كيف تستعرض على ظهري واحط ذا يعني تعرف؟ إيه. كيف يعني تغلبني؟ أنت؟ أنا ترى سبحان الله صح ممكن تشوفوا المشي معوق أخو سارة. ونعم. أخو يا حياتي خفت. ونعم. أسا عرفتوا التحدي؟ بالطبقة مع لب الروح اللي يفوز علي له 200 نقطة معي 600 يعني ثلاث فايزين صح؟ من؟ عطلة اسمع ابو كيف مجمع؟ لب الروح عنده سالفة 50000 عطيه 600 كلها جماعة جمعية ذليل يعني 200 نقطة تقسم على كم؟ هي كل واحد له 200 نقطة وترشحون من يا شباب؟ ابي 26 انا بيخلص ترى انتهى بالك حق صح استاهل استاهل احنا مسوين حمله اسمها حمله لب الروح استاهل يلا يا لب الروح بابا نوي انفاز علي خذ 200 والانفاس عطى الست عطى الست كلها والله النظاره نسيتها بس خلي يلا رشيد احنا متنازلين لك الست كلها 600 تنزلين علي سالب 5 لا نبي نشوف نبي نشوف من اللي بيقدر يطرح يجي طيب تعال وطرحت لي لك 200 تعال يلا انسى يا كنترول الكاميرا من بعيد ها فاهمين الوضع يا كنت ايوه لا لا شفتوا هذا الحجم وشوفوا حجمي شوفوا ما اللي بيغلب شوفوا ما اللي بيغلب بسم الله الرحمن الرحيم يلا انت تنصرني على القول منظر انسدع انسدع والله العظيم اني تهورت مع ذا الحمولة اوف اوف كتفك امسك كتفي اللي بعده يتعلم الحركة عشان فاهمين الوضع اسهل اللهم اني استودعتك نفسي اللهم اني استودعتك نفسي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا اوه عصبني الهادي الوزن هذا اللي بعده اصبر يا تني ما اسمعكم من ذا؟ أنا مهميت عاد أنا به مهميت اللي بعده يلا اللي بي 200 نقطة يجي لا يا رب انك تجيز والله انك كسلان طول الوقت بس الله يصبر يلا دقيقة استاذر شيء دقيقة بس ايوه بسم الله يلا يلا زيني يستاهل 200 نقطة انت غايل الزول ماشي ما شاء الله والله الزول متعب يلا ما شاء الله عليه قلبك انت شكرك ما شاء الله عليه ايوه خذ لك لا انت يلا يمديك اقرب اقرب يلا يلا واحد ريت ثلاثة عاد أحد بيجي آخر اثنين آخر اثنين يلا آخر اثنين شباب يلا واحد ريت ثلاثة ما شاء الله تبارك الرحمن من يوه يستاهل 200 نقطة عيال ما شاء الله 200 نقطة للأب الروحي يستاهل الأب الروحي بمن الشباب يلا 200 نقطة 200 نقطة للزول يستاهل احنا نبي نقاط نقاط ايه
كأنك أخو سارة. بس تسلم بعد. عطى عطى نقاط يا كنترول. عطى الشردة. عطى نقاط. لبروح لبروح. عطى 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 عطوني. وين هبة المقدم يا عيال؟ عندي عطري عطري كوريا يا عيال يا عيال هيبة المقدم من البيت. اوف يا الهيبة الصفر. كم عطيناهم ذي الحين نقاط؟ مناحي وهباس. ايوه الثالث فيحان. فيحان والاب الروحي اعطيته ما معي الا 600 والله. ان شاء الله بعدين بعدين بعطيك بعطيك. سلم عليك. ايوه الله يسعدك. متصرف نفسي متصرف نفسي كنترول كنترول متصرف نفسي لان الوضع. وشو الحكمه من الموضوع اللي تو صار ابو مناحي؟ اسمع الرجال وي بالله. شغل مايكك. شغل مايك شغال. وش الحكمه من الموضوع اللي صار؟ وشو وش الحكمه من الموضوع اللي صار؟ عطهم الحكمه. وش الحكمه من الموضوع اللي صار؟ ابو طاحوس راح فيها. ابو طاحوس راح فيها. وش الحكمه يا شباب؟ المياه الزايده. المياه الزايده. وين الهيبه؟ الهيبه راحت. راحت. وين ابو طاحوس؟ راح. راح يعني السبب المياه الزايده. المياه الزايده. سمعت ريان؟ سمعت. احترم البيس ثاني مره هنا. صحيح. ترى لو اوريك العل حمراء عرفتني صح. صحيح. ام كاتم ذا مو كاتم. لا لا تحرك لا تحرك يا سام. ترى مسجل خصمات الدعوه. اي واحد مسني باذى عند ريالتي ريالتي بس ما تكسرني. طيب طيب سام. ابى افاجئكم بشيء جديد. ان ان شاء الله الجمعه الجايه نفس الوقت هذا ابو طاحوس راح يجي ومعه 1500 نقطه صفقه. من قال؟ ها من قال؟ مزارق طيب مزارق. شوف سعد. ايه و خلاص خلاص سجل سجل اجلس اجلس حطيت خلاص. معطينا موضوع على الميان ذا الحين. ايوه وتقول ايوه اوكي. يلا الله 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 يا ابو وش فيكم؟ وش فيه وش فيه ذا وش فيه عيال؟ ما صلح لك ها؟ وش فيك انت ما انت مربوط؟ تعال 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 هنا شوف يعني الجو ما هو بصلح لك. افا ليه؟ ترى وراك 4000 شخص يبي يعني ما صلح لك الجو هنا ها؟ لا صلح لي ابو طاهر. يعني صلح لك؟ اي الحمد لله. يعني رايك؟ تدرونكم خلاص يعني بعد كم يوم ما ادري بكره اتوقع بكره تدخل صح؟ بسألك سؤال. تسلمون جوالاتكم كل شيء؟ وتعيش 3 شهور واشوف وجهك هنا؟ كل جمعه عاد كل جمعه. كل جمعه؟ ما هو يوميا. 90 يوم كل جمعه كم فيها جمعه؟ ما ادري والله 12 جمعه. 12 جمعه بشوفك. هذه هذه حالات البرنامج يعني. شوي يا اخي. صفقه. كنت ابغى عد مع نقاط. 200 نقطه يا شباب يستاهل. فهنا يا متابعيني هنا يا شباب اهلا عيفان معي نقاط يا شباب. خلاص انا وعيفان واحد 100 خلاص عاد شرب بس سعد شرب بس سعد استاهل. يلا خلاص عطيت كوجه جيس كذا خلاص هذا وانا بمقابلك خلاص عاد عطيت عاد في نقاط شباب. فصل علي كنترول. لا لا عاد خلاص ارشد ارشد ارشد
هذه أحسنها ما والله ما أدري. سايد سيدي منصور. سيدي وشو وشو؟ سيدي منصور. سيدي لا 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 سيدي الجيب. سيدي الله وشي عدها سيدي الجيب. سيدي الله والله وحشة دي. المهم يا الشباب لبيك سيدي منصور. سيدي وشو؟ سيدي منصور. سيدي ها شو انا بقول الشباب. الله يحفظك. لا عطى سيدي رشيد. سيدي الله واعطيها تحيه. يعني انت الحين انت مثلا قلت سيدي رشيد. ايوه بس قلت لك سيدي رشيد. سيدي الله سيدي رشيد. سيدي الله صلاح للجميع. سيدي رشيد. سيدي الله والله جوكم لا البرنامج ناجح وناسه ناجح ناجح سم لبيك. اللي بيجي كل مقدم لا 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 تغير الاسم. متغير الاسم. متغير الاسم. متغير الاسم. اكيد سيدي رشيد. سيدي الله بيضاه وجيهكم. لبيك لبيك. اذا ما عليك امر خلهم يهبون المايك. اهبوا له المايك. عطوه المايك وعطوه السمكر. حي والله دلعي. ابشر بسعاده. انت السعد لعدمتكم الجميع. اسلم. يقول نال مسوك عصا 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 خلنا نتحافظ. ايه معك معك. يقول يا جندبه صبي حب من حبنا يا فلحب يلا بسيل ولا مطر يسلنا ودينا دار ودينا دينا دينا. عيال دقيقة دقيقة. أجين؟ أبي أركز. أبي أحفظ كلمة واحدة بس. كاميرات عيال كاميرات. أسس أسس. كاميرات. افهموا وراك كاميرات. الله يحفظك. قوي قوي شيخ. عاد الحجم ما شاء الله تبارك الله. قوي شيخ ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي يقول لا إله إلا الله. صل على النبي يقول لا إله. اللهم صل عليه وسلم. حفظك الله ورحمك يا بني. خلاص. حقا. يقول بسم الله. يا جندبة صبي حب من حبنا يا كل حب يلا بسيل ولا مطر يسكننا ودينا دار ودينا دار دار ودينا دار. هذه هداة مني لك. سيدي شيخ. سيدي سيدي شيخ. سيدي بيض الله وجهه. وجهه. يعطيك العافية. أبو سعيد أطلب الله مرة ثانية. يا جندبة صبي حب من حبنا صبي حب من حبنا. هذا لب الروحي ناجحين. لا لا ناجحين ناجحين ما دام المستقبل واضح. لب الروحي يلا يا واصل واصل. شو 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 شو